هلا والله باخواتي وحبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. يعني انا طالعه النهارده مش هنتكلم عن حاجه، بس يعني اديكم نبذه مختصره عن المحل بتاع النظارات بتاعنا. المحل فيه تشكيله جميله جدا وتناسب كل الاذواق وتناسب كل الشباب والبنات والكبار والصغيرين وكل حاجه، كل حاجه، حتى نظارات الشمس فيه للكبار والصغيرين وكل حاجه. فايه، تعالوا نشوف الفيديو. وده اول فيديو، لان المحل لما صورته كان المساحه بتاعت الفيديو كبيره، فقسمتها على جزئين، نص المحل ونص المحل التاني. فايه اللي محتاج حاجه يبقى يكلمنا على رساله الصفحه، سيبك التعليق تحت، ومتنساش تطلعنا في الكومنتات، سيب اللايك بتاعك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف. يلا تعالوا نشوف عندنا النهاردة ايه اقوى تشكيلة نظارات نظر وتشكيلة نظارات شمس طبية، بتحافظ على العين وبتحافظ على الرؤية وبتثبت النظر بتخليه ما يقلش. عندنا العدسات ما شاء الله، يعني حاجة فوق الخيال. اي تشكيلة النظارات عندنا احدث حاجة ما شاء الله، يعني كله يقول الله اكبر. تعالوا نتفرج على نظارات النظر ونظارات الشمس، ده جزء من شغلنا، وان شاء الله الفيديو الجاي هننزل الجزء الثاني من نفس الشغل على النظارات. هنا عندنا الستاند بتاع النظارات رجالي وحريمي، كل واحد وذوقه. عندنا جميع الاذواق ومختلف الاذواق ما شاء الله. احنا بنسعى في المحل عندنا ان احنا ايه نراضي جميع الاذواق وجميع الاطراف، كبار وصغيرين، رجاله وشباب، بنات واطفال، كل حاجه عندنا ما شاء الله موجوده في المحل. طبعا انا يعني صعب ان انا اشيل نضاره نضاره وافرجكم عليها، لان ما شاء الله ما شاء الله العدد كبير، ولكن حاولت ان انا اجيبها من الجنب والدراع والشامبر نفسه وكل حاجه، وجميع الانواع موجوده عندنا، حتى كل نوع فيه كذا لون حسب الرغبه برضو. يعني حتى يعني انت لو مش عاجبك اللون الاحمر مثلا ممكن تاخد الاسود، ممكن تاخد الدهبي، ممكن تاخد الفضي. حتى الناس الكبيره احنا عملنا حسابهم في النظارات ما شاء الله، يعني هتلاقي موجود للناس الكبيره اللي بتحتاج موديلات معينه، هتلاقي الموديلات موجوده في كل حاجه. يعني ما سبناش فرد الا وجبنا الذوق بتاعه، مختلف الاذواق ومختلف الاحجام، حتى الكبير والصغير والطويله والمدوره، كل الانواع. والنظارات الشمس عندنا اوريجينال طبيه، بتحافظ على العين، بتعكس اشعه الشمس والاشعه الفوق البنفسجيه، جميله جدا جدا، خرافيه، وبتناسب كل الاذواق، وبنات وشباب ورجالة طبعا كبار، يعني دول الرجالة الكبار وكده. يعني زي ما قلت لكم ان هو صعب ان انا اشيل النضارة من مكانها وافرجكم نضارة نضارة والدراع عامل ازاي. يعني نضارات الشمس ما شاء الله، يعني الرسومات في الدراع والاشكال وكده، الستايل بتاعها روعة. كله يقول ما شاء الله تشكيلة ولا أروع. ده بس جزء بسيط من المحل، الجزء التاني إن شاء الله هيبقى بكرة بإذن الله، نصور بقية الجزء التاني من المحل، وبرضه نغير الاستندات ونصور لكم أشكال تانية مختلفة عن الأشكال دي وأنواع مختلفة عشان برضه جميع الأذواق. يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب الشامبر من الجنب واجيب الشامبر من قدام، بحيث يبقى الشامبر واضح والتصوير واضح.
ما شاء الله عندنا كل الانواع، الهاف والكامل وكله، والبلاستيك والباغة، وكل حاجة موجودة في المحل ما شاء الله بتناسب كل الاذواق. وحضراتكم تقدروا تشرفونا وتشوفوا بانكو، وحتى فيه لسه مجموعة كبيرة اصلا احنا لسه جايبينها، بس لسه معرض مهوش، فاحنا قلنا نصور المعروض وبعد كده نغير الاستندات كلها بحاجات تانية جديدة ونعرضها ان شاء الله على حضراتكم في الفيديو الجاي بإذن الله. مش الفيديو الجاي، لا الفيديو اللي بعديه، لان الفيديو الجاي بقيت المحل، لان لما صورت كان الفيديو طويل فقسمته على جزئين ما شاء الله. يعني كل الانواع وكل ما تحتاجه، وحتى فيها رسومات من الداخل، فيها تركات، فيها النظارات، فيها حاجات ما شاء الله يعني تناسب كل الاذواق والافضل لكل واحد فيكم. ده الاستاند بالكامل، حاولت اصوره كده بالكامل. طبعا دي للناس الكبيرة اللي بتحب الحاجة الرقيقة الخفيفة اللي بتكون لايقة على وشوش الناس الكبيرة، وبرضو بتليق على الناس الشباب، بس يعني مش اغلب الشباب بيطلبوها. دي بقى ستاند الشباب، اسمه ستاند الشباب، يعني اكتر طلبيات واكتر ناس بتاخد من الستاند ده ما شاء الله. الستاند ده فيه حاجات رهيبة رهيبة بتطلب بكترة، يعني كل الحاجات اللي على الموضة الجديدة دي جدا ما شاء الله عندنا بتطلب بطريقة جميلة، يعني ما شاء الله يعني سوقها ماشي جدا، واغلب الناس بقت لابسة نفس النظارات، يعني حتى الالوان بيطلب مننا طلبيات بالالوان. وسامحوني على انا الدراع نفسه بيبقى فيه ما شاء الله ستايل جميل، بس انا مش عارفة اوضحه لان صعب ان انا اوضحه اكتر من كده. انا مش يعني مش هقدر اشيل نظارة نظارة واصور نظارة نظارة. هنا ما شاء الله الستاند ده يعني ما شاء الله، يعني اغلب الناس اول ما بتدخل المحل نظرها وتوجهاتها، وخصوصا الشباب والبنات نظرها وتوجهاتها في الستاند ده، يعني تقريبا 3/4 شغل المحل قائم على الستاند ده. ما شاء الله يعني هي التشكيلة يعني احدث حاجة وارقى حاجة وخامة نظيفة وكل حاجة، فعشان كده الستاند ده يعني اكتر استاند انا بحبه في المحل، لانه هو الوحيد اللي بيحسسني ان الناس يعني حابة المحل. وجهة نظر الناس اول ما بتدخل على الستاند ده، فما شاء الله يعني ربنا يحفظ لنا الستاند ده. وكمان يعني المشكلة ان احنا مش عارفين نجيب جديد، لان الاسعار تضاعفت، اسعار النظارات بقت اضعاف اضعاف، فاحنا لسه بنبيع بالسعر القديم، وعاملين عروض بمناسبة شهر رمضان المبارك. فاللي يشرفنا باذن الله يبقى جاي وعارف ان هو ان شاء الله يعني شايف الفيديو وعجبه اي حاجة او طلب اي حاجة، موجود عندنا بالعروض بكل حاجة. وطبعا صعب ان انا اقعد اقول برضو اسعار كل حاجة، والاسعار متفاوتة في النظارات للأسف، يعني مش كل شغل بيبقى له سعر ثابت، فبرضو من الصعب ان انا هقعد اقول ده سعره كذا وده سعره كذا. بس ان شاء الله لو حد سأل عن حاجة معينة خدها بيكتشر ويسألنا على رسائل الصفحة، هتبقى موجودة في التعليق المثبت في الكومنتات او في وصف الفيديو، هيسألنا بس على رسائل الصفحة وان شاء الله نجاوبه ونرد عليه، وفي ان شاء الله توصيل في اي مكان. دي من الاستندات برضو الراقية عندنا في النظارات، حاجة جميلة جدا وخامة رهيبة جدا، هي اسعارها عالية شوية بس خامتها روعة وعدساتها رهيبة،
ومن الحاجات الطبية اللي بتحافظ على العين، وبتحافظ على العين مخصوص في الشمس، يعني ان هي يعني بتعكس كل ضوء الشمس والأشعة الضارة وكل حاجة. فدي لما تيجي في الشمس تلبسها ان شاء الله ما تبقاش قلقان من حاجة. طبعا في تشكيلة كبيرة لنظارات الشمس موجودة طبعا، يعني حسب حجم المحل احنا عارضين بس الشغل اللي موجود، انما بقية التشكيلة بإذن الله شرفونا، واللي محتاج حاجة العلب موجودة وكله تمام، ونقدر نطلع لكم اكتر من كده بإذن الله. بس يعني لدي وقت الفيديو ولدي المحل برضو، لان المحل ما شاء الله يعني اللي معروض فيه عمل 16 دقيقة، فيعني قسمناهم على مرحلتين بإذن الله. استنونا في الفيديو اللي جاي المجموعة التانية في النظارات في المحل، واللي محتاج حاجة يكلمنا زي ما قلنا على رسائل الصفحة. زي ما شفنا حبايب قلبي، دي التشكيلة اللي موجودة في المحل، في غيرها كتير، في غيرها في الأدراج، في غيرها في الكراتين، في غيرها كل الأذواق والمقاسات والاشكال والالوان موجوده عندنا. اللي حابب اي نوع معين او في باله نوع يجيب الصوره بتاعته ان شاء الله هتلاقيها موجوده عندنا. اللي حابب يطلب مننا طلب او يشرفنا في المحل، هسيب العنوان بتاع المحل في الوصف تحت، وهسيب برضو الصفحه في الوصف تحت. اللي يكلمنا على رسائل الصفحه، وان شاء الله نرد عليه اول ما نشوف المسج باذن الله. وبحبكم كلكم، وحشوني جدا جدا جدا، وانتظرونا بالليل الساعة 8 ان شاء الله حلقة جديدة من عهات التيك توك. اشوفكم على خير، ما تنسوش صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، وسيب اللايك بتاعك، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة. يلا سلام 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 سلام.